أقل ما يجب في القنوت يعني لا يلزم المصلي أن يأتي بهذا القنوت. ما الذي عليه؟ القنوت الذي تتأدى به السنة كمان مرة، القنوت الذي إيه؟ هو كل دعاء اشتمل على دعاء وثناء. على إيه؟ دعاء وثناء. دعاء وإيه؟ وثناء. دعاء وإيه؟ وثناء. اللهم اغفر لي هذا إيه؟ إنك أنت الغفور الرحيم ثناء. لو قال هذه الجملة في القنوت كفاه ذلك. لو قال إيه؟ ها؟ اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. كفى. دعاء وإيه يا أولاد؟ دعاء وثناء. يعني لو أنت بتصلي ولا تريد أن تأتي بهذا القنوت فاقتصرت على قولك اللهم ارحمني إنك أنت الرحيم، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، كفى. لكن طبعا الأفضل أن يأتي بهذا القنوت بهذه الألفاظ المعدودة، وهي إيه؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما. المهم بقى عندنا هنا، خلي بال حضرتكم، بقول وقني شر ادي واحد، وبرجع اقول فلك الحمد على ما قضيت. طيب كيف ذلك؟ اللي يعرفها يبقى بطل. ها ايه يا شيخ محمود؟ ها السؤال تاني؟ لا ما عادش السؤال في بقى عارف السؤال ما فيه بالعصا. ها صح، احنا بنقول ها قول انت، قول السؤال، قول يا ولد. وقني شر ما قضيت. ها وبرجع نقول ايه؟ فلك الحمد على ما قضيت. ايوه انا بقول وقني شر ما قضيت. ما قضيت. وارجع اقول ايه؟ فلك الحمد على ما قضيت. كيف ذلك بقى؟ كيف شر وكيف لك الحمد؟ اه شوفوا كل فعل لله عز وجل جميل، وسنعرف إن شاء الله في العقيدة أن الله خالق كل شيء، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. دي فين الأبيات دي؟ ها؟ نعم. أيوة صح. وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده. هنا حضرتكم في عندنا قضاء وقدر. القضاء إرادة الله القديمة، إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق. ها واضح؟ القضاء هو ايه؟ فهذا من صفة الله تعالى التي يحمد عليها، فهو محمود على كل حال، محمود ايه؟ على كل حال، في السراء والضراء، في الصحة، حالة الصحة، في حالة المرض، في حالة الفقر، في حالة الغنى، في الدنيا في الآخرة له الحمد، له الحمد. والحمد هو مستحق لله عز وجل. قال لك بتقول الحمد لله،
تمام. فلك الحمد على ما قضيت، على القضاء الأزلي إيه القديم. طب ما روحني شر ما قضيت، اللي هو الشيء نفسه اللي مقضي بقى، فهمت؟ ثم نقول لا يعز أو لا يعز، يجوز إيه الوجهان، ويذل ويذل. وهذا القنوت علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ للحسن بن علي. فإذا أتى بهذا القنوت لزم أن يأتي به كله، فلو ترك منه كلمة سجد للسهو. تمام يا رجال؟ يعني أنت الآن أنا بقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه، يا في هذه الحالة إيه؟ سجد للسهو. لكن لو تركه وأتى بماذا؟ ها؟ قل يا ولد. دعوة ثناء. هل يسجد للسهو؟ لا. لا.